فهمني مين أنت؟ أنا قدير ابن فيني. الباقية بحياتك خير. شو بدك؟ مرت عمي أخذت منك مصاري وأنا أجيت لرجعون. ليش لترجعون؟ لأنه ما بدي هيك مساعدة. مرت عمي تصرفت غلط، هنن إخواتي وأنا المسؤول عنهم. طلع، مرت عمك هي إجت لعندي قالت لي ساعدني، نحن جوعانين، وطلبت مني مصاري وأنا فوراً عطيت إياهن، وهلأ أنت جاي لهون عم تسمعني هالحكي الفاضي؟ شو هالمسرحية اللي عم تمثلها؟ ما عم مثل أي مسرحية. قلت لهم أنه بدي أعطيك غرض بس ما سمحوا لي. شو مشكلتك أنت؟ يلا أحكي شو هي مشكلتك؟ بدك مصاري أكتر أنا بعطيكن قد ما بدكم، بس تتركوني بحالي والله مليت. نحنا مانا بحاجة لصدقة من حدا. امسيك لشوف. طلع فيني، اللي عم تساوي مو منطقي، ما بتصغر قيمتك إذا قبلت مساعدة. وإذا أنت أمنت على موظفينك بتصغر قيمتك مو هيك؟ ما بتتذكروهم غير لما يموتوا؟ دفعت هالمصاري لتريح ضميرك، بس سرقت شقة أبي وتعبه، ما سجلته بالتأمينات وما أمنتوا له وسائل الحماية. هلأ لما تتصدق عليه بشوية مصاري بيرتاح ضميرك؟ أنا ما بدي أي شيء، أنا ما بدي مصاري منك، ولا بدي إياك تنام وأنت مرتاح. ما بدي منك أي شيء، مفهوم؟ فهمت عاكف بيك؟ اسمعوني، أبي كان يشتغل مثلكم لتزيد ثروة هذا الرجال، بس توفى وللأسف كل حياته قيمتها هالمصاري اللي ماسكها بإيدي. مو حضرتكم قاعدين هون وعم تشتغلوا ورا مكاتبكم الفخمة؟ لا تفكروا إنكم تفروا عن أبي، لأنه بالنسبة لهذا الرجال ما في أي حدا بيشتغل عنده في إله قيمة. طلع فيني، شو كان اسمك؟ قدير. اسمعني، كلامك مانو مزبوط، وبالنسبة للتأمين مو مثل ما بتظن، وأنا ما عطيتك هدول المصاري لريح ضميري. بتعرف ليش؟ لأنه أمي ما ولدتني غني وعم بلعب بالمصاري. أنا وصلت لهالمكان بتعبي وعرق جبيني. صدقني أنا بعرف كتير منيح شو معنى الواحد يكون فقير. تمام، عندك كبرياء حلال عليك، وأنت أبضاي تمام، بما أنك ما عم تقبل هالمساعدة تعال اشتغل معنا. يعني في كتير شغل هون، مثلا بتحضر الشاي، بتشتغل شو ما بدك. يلا قلي، ها شو رأيك؟ ما بدي. بالناقص من كل المصاري اللي عندك. عاكف خير، شو الموضوع؟ Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.